طيب نروح بقى لكاس عالم الانديه وماتش ريال مدريد. الاهلي كان لحد دقيقه 90 كان ند بند مع ريال مدريد، وطبعا يمكن الشناوي صد ضربه الجزاء من مودريتش، وكانت النتيجه 2-1 لحد اخر دقيقه. اللي حصل في اخر 5 دقائق خلى السكور يوصل لاربعه. يعني بص، خلينا نقول برضو ان فرق الخبرات ودي حاجه طبيعيه، يعني انت بتلعب قدام فريق القرن الاوروبي، فرقه كبيره وعندها خبرات كبيره وعندها لعيبه كبيره، كان احنا ادينا اداء مميز جدا وعملنا نتيجه اعتقد لحد الدقيقه 89 يعني كان مميز كويس. ممكن احنا طمعنا شويه كمان ان احنا نحقق المكسب او نرجع تاني، لكن في الاخر انت بتلعب منافس عنده خبرات، وتعلمنا من الدرس كويس ان الفرقه الكبيره دي برضو لازم تحترمها لحد اخر وقت، يعني خبرات اللعيبه اكتسبتها واحنا كجهاز اكتسبناها. ان شاء الله يكون عندنا خبرات اكتر لما نلعب تاني ان شاء الله في البطوله، ان شاء الله يكون عندنا الحاجات اللي تأهلنا اللي احنا ان شاء الله نقدر يكون عندنا استمراريه في الاداء ولحد اخر ثانيه زي ما بيقولوا. ان شاء الله نروح بقى للماتش اللي جمهور الاهلي بيعتبره ماتش فيصلي في الموسم، الماتش بتاع صن داونز هناك، ويمكن طبعا كان صدمه لكل جمهور الاهلي. عايزين نسألك في الاول، كان ايه اللي سبب ان السكور يوصل لخمسه، وازاي الاهلي تحول بعد الماتش ده لوحش كاسر بيكسب كل الماتشات في كل البطولات من بعد الماتش ده؟ بص، خلينا نقول ان برضو وارد في الكوره جدا ان انت تبقى مش في يومك، وارد جدا يكون المنافس بالنسبه لك يكون عنده توفيق كبير، ويمكن هو ده اللي حصل. يعني يمكن انت لو ترجع للماتش هتلاقي فريق صن داونز ما ضيعتش كتير جدا، كل الكور اللي راحت سجلوها، يعني يمكن حاولنا ان احنا نرجع للمباراه وسجلنا هدفين، لكن في الاخر ماتش وعدى. يعني يمكن زي ما انت قلت كان ده بالنسبه لنا الشراره اللي خلتنا يكون عندنا تصميم ان احنا ناخد البطوله، وان احنا كان عندنا امل كمان ان احنا نلعبهم تاني عشان نثبت لجمهورنا نثبت القاره كلها ان النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي ما بيهابش اي حد يعني. لكن الحمد لله ربنا ادانا الافضل والسيناريو الاحسن، وادانا بطوله غاليه جدا علينا وعلى جمهورنا. يمكن خدنا بينها برضو بطوله كبيره تاخدها من الوداد بعد الظلم اللي كان حصل السنه اللي فاتت، فاعتقد الحمد لله كان حاسس ان ده ترتيب ربنا، ادانا سيناريو احسن من احنا كنا لو كنا كتبناه، يعني كان ما اظنش ما كانش هيبقى احسن من اللي اتعمل يعني.